إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سأل الله النجاة والعتق لنا ولكم للمسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا بحول الله حول علم أصول الفقه من بعد ما بينا حقيقته وماهيته وتعريفه بمقاصده وغاياته. نتطرق اليوم بحول الله جل وعلا في خطوة متقدمة في هذا الشأن إلى العناصر الأساسية والأقسام الرئيسة التي تشكل أساس هذا العلم وأركانه الكبرى إن صح التعبير. فجرت عادة المصنفين في علم أصول الفقه إلى تصنيف قضاياه وأبوابه ومباحثه وفصوله إلى أقسام، أحيانا تصنف إلى أربعة وأحيانا إلى ثلاثة على حسب اختلاف طرائق التقسيم والتبويب، ولكن لن نعنى بالعدد في ذلك بقدر ما نعنى بحول الله بالموضوعات الأساسية والرئيسية. فهنالك قسم الأحكام أو الحكم بتفاصيله، بما هو حكم شرعي وحكم وضعي وما يتعلق بهذا وذاك من قضايا الحاكمية والمحكوم فيه والمحكوم عليه، صفة عامة تسمى مباحث الحكم، وهذا إن شاء الله سنتحدث عنه بتفصيل، وإنما نعطي عناوين عامة قضايا الأحكام. ثم هنالك قسم آخر يسمونه بالأدلة، والمقصود بالأدلة ها هنا هي الأدلة الإجمالية، أن هنالك أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية، وإنما المقصود الأدلة الإجمالية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما لاحق ذلك جميعا من الأدلة التي اعتمدها بعض المذاهب وخالف فيها آخرون، كالمصالح الموصلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والعرف وما شابه الاستحسان وما شابه ذلك. ويقصدون بالأدلة أي المصادر التي منها تؤخذ الأحكام، المصادر التي تؤخذ منها الأحكام، فهذا على المعنى الإجمالي العام. قسم آخر يبحث مستقلا في بعض الأحيان وقد يبحث غير مستقل، وهو ما يسمونه بمباحث الأقوال، هذا تعبير قديم في كتب التراث، لكن يعني الكتب أو المصنفات في هذا الشأن الجديدة غالبا ما تسميه مباحث الدلالات يعني اللغويات. فهنالك بعض المصنفين يجعله قسما مستقلا، لكن هنالك من لا يجعله قسما مستقلا ويبحثه ضمن دليل الكتاب، أي حينما يبحث في كتاب الأدلة أو يشرع في تصنيف كتاب الأدلة وينطلق من الدليل الأول الكتاب الذي هو القرآن، هنالك من يدرس في دليل الكتاب الذي هو القرآن يدرس الدلالات أو الأقوال. يعني الاختلاف هو يعني منهجي فقط وإلا في الموضوع واحد، لأنه هنالك من يرى بأنه لا سبيل إلى بحث الكتاب بما هو أصله الأصول يستنبط من الحكم الشرعي إلا بمعرفة مراتب الدلالة اللغوية التي ورد بها الكتاب من قطعية وظنية وعموم وخصوص وإطلاق وتقييد إلى آخره، فإذا يعني يرى بأن هذا من صلب البحث في الكتاب فيجعله منه، وهنالك من خرجه منه وجعله مستقلا لضخامته، لأن مادة الدلالات ومباحث الأقوال ضخمة جدا تكاد تشكل ثلثي المادة من علم أصول الفقه. والذي لاحظوا أن كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله يعني أغلب مادته في اللغة يعني في مجال الدلالات، فلذلك إذا تطور هذا الشأن
في علم أصول الفقه، وقد بينا من قبل إشارات في هذا المعنى حينما تحدثنا عن اللغة واللسان، فلا بد إذن من معرفة هذا. فسواء اعتبرت قسما مستقلا أو تعتبر، مهم أنها من الأبواب الرئيسة من القضايا الكبرى التي تدرس في هذا الشأن وفي هذا العلم. القسم الآخر الذي يدرسه والذي يشكل ركنا أساسا من أركان هذا العلم وهذه الصناعة، قسم أو كتاب الاجتهاد. والاجتهاد أحيانا تدرس فيه أو يدرس فيه بابان، يعني بشكل مجموع، وأحيانا يفصل ويفرق بينهما. فالباب الأول من كتاب الاجتهاد يعني هو الذي يتعلق بماهية الاجتهاد، أي ما هو الاجتهاد، ماهية الاجتهاد، والمجتهد من هو المجتهد، متى نقول فلان مجتهد، أي الشروط والأوصاف التي ينبغي أن يتصف بها العالم، التي تشترط فيه من المعارف والعلوم وكذا إلى آخره ليكون مجتهدا. ويدرس فيه أيضا حكم الاجتهاد وحكم التقليد، ومتى يجوز هذا ومتى لا يجوز، إلى غير ذلك من التفاصيل التي تتعلق بالمجتهد وباجتهاده. وبعض الفروع التي هي من ضمن قضايا الأصول، هل الاجتهاد يتجزأ أم لا يتجزأ، هل يتصور أن يكون الإنسان مجتهدا في بعض الفقه وليس بمجتهد في كل الفقه، أم أن المجتهد لابد أن يكون مجتهدا في كل القضايا، إلى غير ذلك من المسائل التي تعرض وتدرس في كتاب الاجتهاد. هناك يعني شيء آخر يدرس أيضا في كتاب الاجتهاد، لكن قلت هناك من يعزله، هو الباب الثاني من الاجتهاد، وهو ما يسمى بقضايا التعادل والترجيح، أي حينما تتعادل وتتكافأ الأدلة لدى المجتهد. يعني يحدث أحيانا أن يأتي دليلان في صيغة متعارضة، دليل ألف يعارض مضمون الدليل باء مثلا، فإذا كان الدليلان في المستوى الواحد من حيث الثبوت ومن حيث يعني الدلالة، فالمجتهد سيجد نفسه إذن بين أو أمام دليلين متعارضين، فيحتاج إذن إلى ترجيح، أي أنه يأخذ بأحد الدليلين ويهمل الآخر. وهذا الأمر لا يكون هكذا بالذوق والهوى، لابد إذن من مستند، لابد له من أدلة أخرى يستند إليها من أجل أن يقول سأقبل هذا الدليل ولا أقبل هذا الدليل، لكن لابد من بيان أمرها هنا. يعني لا يمكن أن ندخل في مثل هذا الأمر إلا إذا حصل التعادل فعلا. ما معنى التعادل؟ أي أنه يحصل أن يكون دليل من السنة مثلا يعني مكافئا لدليل آخر من السنة، حديثان صحيحان ثابتان. أما إذا كان هنالك فرق بين الدليلين بحيث أحدهما يعني من الكتاب مثلا القرآن ومستوى دلالته قطعية، بحيث أن لا مجال لتأويله، لا مجال لصرفه عن ظاهره، وعرض بحديث، فجمهور العلماء إذن أن هذا الأمر ليس بتعادل أصلا. يعني فيعني واضح جدا أن الدليل الأقوى هو الأثبت، لأنه القرآن قطعي الثبوت، بينما السنة في مجملها إنما هي ظنية الثبوت، ولا يجوز أن يحصل عقلا ولا شرعا يعني تعادل بين ظني وقطعي، هذا ليس بتعادل. وهذا التعادل إذن لم يحصل أصلا تعارض بين الدليلين، إنما لابد من يعني بيان شيء، وهو أنهم عبروا بالتعارض ولم يعبروا بالتناقض ولا بالاختلاف، وإنما قالوا التعارض، لأن التناقض اصطلاح منطقي يدل على أن أحد الدليلين ينقض الآخر نقضا، بينما قالوا إنما هو تعارض، لأن التعارض هو نوع من الاختلاف، لكن يعني ليس في نفس الشيء بل في ذهن المجتهد، بمعنى أن الشريعة لا تناقض نفسها، وإنما لسبب من الأسباب، وهذه الأسباب بشرية، كانت الأدلة هكذا. فإذن المشكل إما حدث في النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في الفهم لدى الإنسان. أما أن يصدر القول ونقيضه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هكذا بغير ترتيب تشريعي، أقول بغير ترتيب تشريعي، فلا يتصور شرعا ولا عقلا،
بأنها ما يمكنش مستحيل أنه تلقى في القرآن شيء حاجة يعني كتناقض مع شيء حاجة أخرى، هذا ما غير ممكن، لا غير متصور، أو تجده في السنة غير ممكن. فإذا وجد فراه كاين شيء إشكال، إما أنه النقل غير صحيح أو الفهم ديالي أنا غير صحيح. ومن مشكلات الفهم قد يكون الأمر فيه نسخون، ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال واحد الحكم في واحد المرحلة وعاود نسخه، لكن حدث إشكال لدى النقلة فلم ينقلوا أن الأمر يتعلق بناسخ ومنسوخ، وأن هنالك فترة زمنية متراخية بين الدليل الأول والدليل الثاني. يعني لما كان ثبتوا بالتاريخ بأن الدليل ألف مثلا يعني قال به الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا في مرحلة ما سنة كذا هجرية مثلا 3 للهجرة أو 2 للهجرة، وأن الحديث الآخر وردها يعني بعد ذلك بزمان يعني السنة 9 للهجرة أو 8 أو كذا، فيعلم بالفارق التاريخي ما يسمى بالتراخي الزمني أن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ الحكم السابق، والنسخ أصل من الأصول القرآنية والتشريعية، ما ننسخ من آية ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى آخر السياق. فإذا هذا يعني استطردت فيه قليلا، ليس هذا وقت بيانه، وإنما حتى لا يحصل غبش إنما نقول أن هنالك تعارض أو يحصل تعارض فيحتاج الإمام أو يحتاج المجتهد إلى يعني فك ورفع هذا التعارض. فإذا حينما يحدث التعارض إذا لابد أن يكون يعني الإنسان خبيرا بالأدلة وطبائعها وطرائقها وإشكالها من أجل أن يرفع التعارض، ولا يرفع قلت يعني هكذا بالذوق أو بالهوى أو بالتأمل العام. لابد أن يكون المجتهد لديه أدوات ولديه قواعد ليحكم فيقول هذا إذا يخص هذا أو يقيده أو ينسخه أو إلى غير ذلك من الأحكام التي سيشتغل بها، ولابد أن يكون مسلحا بقواعد علم أصول الفقه حتى يعني لا يهمل بعض الأدلة التي لا يجوز إهمالها. أنه قد يحصل في بعض الأحيان أنه يمكن الجمع بين الدليلين لكن هو لم يستطع ذلك بسبب فهمه القاصر. والقاعدة الثابتة عند أهل هذا الشأن أن الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح إن أمكن، يعني حينما يحصل تعارض بين دليلين فأول شيء يجب أن نبادر إليه أن نجمع بين الدليلين. الجمع بين الدليلين أو أولى من إهمالهما، أو الجمع أولى أو إعمال الدليلين كل ذلك يعني بصيغة واحدة يعني معنى واحد، الجمع بين الدليلين أولى من إهمالها إن أمكن، أو إعمال الدليلين أولى من إهمالهما إن أمكن، أو قولهم الجمع أولى من الترجيح، هذه صيغة أيضا جامعة، هذه كلهم صيغ موجودين يعني عند العلماء، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، بمعنى أن الترجيح سيؤدي إلى إلغاء أحد الدليلين وإهماله، بينما الجمع هو عملية إعمال لهما معا. وهذا الأصل في التعامل مع الشريعة، يعني إذا استطعنا أن نعمل الآيتين معا أو الحديثين معا أو الآية والحديث معا فذلك هو الأفضل وذلك هو الأسلم في التعامل مع الشرع. وقد يحصل فعلا أننا نستطيع أن نعمل يعني عموم الآية ونقيد يعني ذلك العموم بالحديث فيكون مقيد له، أو يعني لم يكن الأمر يتعلق بتقييد يكون يتعلق بتخصيص، لم يكن كذلك إلى غير ذلك. حينما نميل إلى النسخ معنى ذلك إذن أننا سنهمل أحد الدليلين، فلا يقال بالنسخ إلا إذا أثبتنا التراخي الزمني، يعني نثبت أن هذا الدليل كان متأخرا على هذا أو شيء من هذا القبيل، يعني ما يسمى بالتراخي الزمني أو أي أمر يعني يحتاج إلى إهمال. وأحيانا قد يضطر الإنسان إلى إهمال الدليلين معا، لأنه في ذلك قوله مشهور محتمل واحتمال سقط بالاستدلال، لكن هذا يحتاج إلى خبرة وإلى تروي وإلى تدقيق من أجل أن لا يميل الإنسان إلى مثل هذه المغامرة التي قد تضر بصاحبها وتفسد العمل بالشريعة. فإذا المقصود هو بيان أن مواد علم أصول الفقه هي من دقة بما كان فعلا، لأنها تتعلق بالحلال والحرام وتتعلق بالحكم بما أنزل الله، يعني بمعنى أن الإنسان حينما يجتهد كما سبق بيانه يجتهد وينطق بالحكم مما لم تنزل فيه آية أو لم يرد فيه حديث، فليس معنى ذلك أن الحكم في نهاية المطاف ينسب إليه هكذا أصالة، لا، نسبة أحكام الشريعة إلى المجتهدين إنما هو تبع، يعني يحصل تبعا لا أصالة،
ما المقصود من ذلك؟ يعني لأن المجتهد حينما يبذل قصارى جهده ويبذل وسعه فهو إذ يجتهد ويستنبط الحكم للنازلة الطارئة الجديدة، هذا الواقع عجز دعا وقع الدم عمر ما كانت في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في زمان الفقهاء السابقين، فهو لا يعني في يعني بالمنهج الذي يشتغل به إن كان فعلا صاحب صناعة أصولية ويعني إنسان أمين في الاجتهاد، وهذه الشروط كلها يعني معروفة في باعتبارها شروطا في المجتهدين، فذلك الحكم الذي يصل إليه يقال هكذا يعني يصل إلى ما يظن هو ويظن الذي يقلده إلى ما يظن أنه حكم الله، الحكم ينسب إلى الله ابتداء وأصالة، وإنما المجتهد وفق هكذا وفق للوصول إلى حكم الله جل وعلا في النازلة، فإن أصاب فمن الله وإن لم يصب كان مخطئا فمن نفسه ومن الشيطان، إنما الإصابة والخطأ ها هنا كلاهما اعتباري لأنه قد يكون يعني أو قد يظن أنه مصيب وهو مخطئ وقد يظن أنه مخطئ وهو مصيب، فيعني التاريخ يثبت أن الأشياء تتغير في بعض الأحيان، قد يحكم الناس بخطأ حكم ما فتمر السنون بل القرون ويثبت بعد ذلك أنه ليس بمخطئ بل مصيب، وإنما الظروف التي كانت لم تكن مساعدة على بيان الصواب، وهذا موجود كثير خاصة في فقه المعاملات اليوم وفقه الزكاة أيضا، كثير من الأحكام التي يعني قيل ببطلانها قديما تبين أن الزمان الجديد في حاجة إليها، ويعني الأحكام يعني تتطور بتطور الإنسان والزمان والمكان والأحوال بصفة عامة مما سماه العلماء بأحوال الزمان وأهله، فالمقصود من هذا كله أن يعني المجتهد حينما يشتغل وحينما يستنبط الحكم يستنبط ما يظن هو أنه حكم الله، وأن نسبة الأحكام إلى صاحبها إنما هي نسبة تبعية، إنما نقول هذه فتوى الإمام مالك أو فتوى أبي حنيفة، وإن وبعد يعني الإمام مالك يعني حينما جاء بهذا الحكم يعني هكذا بـ 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 بالهوى بذوقه لا أبدا، واستعمل أدلة وانطلق من كتاب الله وانطلق من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، استعمل أدوات وقواعد للفهم من الكتاب والسنة، لكن ذلك الحكم يبقى نسبيا لأنه اجتهد، لأنه يعني تصور مالك لحكم الله وليس لحكم مطلق عن أي نسبة أو إضافة، لا هو يعني تصور الإمام مالك نعم وفهموه وظنوه ولكن لأي شيء لحكم الله، وكذلك تصور أبي حنيفة أو من قبلهم من التابعين أو من قبلهم جميعا من الصحابة، كل أولئك جميعا حينما يصلوا إلى حكم ما فينبغي أن يعذر في حكمه من أنه إنما اجتهد انطلاقا من كتاب الله وسنة رسول الله ليصل إلى ما يظن هو أنه حكم الله، ولهذا قالوا من القواعد التي قالوا بها أنه لا يجوز للمجتهد أن يعمل بحكم غيره، يعني إذا كان هو مجتهد واستنبط حكما فمعنى ذلك إذن أنه يظن أن هذا حكم الله، فإذا كنت تظن أنه حكم الله فأول من يجب الالتزام به أو عليه هو هذا المجتهد نفسه صاحب الفهم، لأنك فهمت ويعني وقع بظنك بالأدوات العلمية التي اشتغلت بها أن حكم الله هو هذا، فإذن إذا كنت تعتقد أنه حكم الله فلزمك إذن حكم الله، فالإنسان إذن يصبح يعبد الله بما وصل إليه هو من حكم شرعي، ولا يجوز له أن يقلد غيره، لا يجوز بما هو مجتهد لأنه مجتهد، ولهذا إذن يعني الأمور لا تكون فيها أهواء ولا أذواق في حقيقة الأمر، وإنما تكون فيها قواعد وتكون فيها مناهج دقيقة التي هي خلاصة هذه الصناعة التي هي علم أصول الفقه. صحيح إذا أردنا أن نضيف قسما آخر، لكن يعني في حقيقة الأمر ليس بقسم، هو قسم مقاصد الشريعة. صحيح أن أبا إسحاق الشاطبي رحمه الله قد جعل له كتابا في كتابه الموافقات، يعني جزء قسم كتاب الموافقات سماه كتاب المقاصد، جزء سماه كتاب المقاصد باعتباره قسما مستقلا، ولكن في حقيقة الأمر عند التأمل والممارسة والمدارسة يتبين أن ما يسمى بمقاصد الشريعة هي روح سارية في كل أصول الفقه، وعقلا وواقعا لا يمكن الفصل بينهما إلا بإفساد أحدهما، فأنت جعل المقاصد شيئا مستقلا
معنى ذلك أن فقدت منهجيتها وآليتها ووظيفتها. اصلحوا لي أي شيء بعد ذلك. أن تجعلها يعني أو أن تجعل أصول الفقه بغير مقاصد فمعناه أنك يعني تشتغل وتتعامل مع جسد بلا روح. وفعلا المأساه التي حصلت في تاريخ هذا العلم أنه تاريخيا فعلا تخلى العلماء عن الجانب المقاصدي في علم أصول الفقه بطغيان المناهج المنطقية الصورية الأرسطية على علم أصول الفقه، ففسد علم أصول الفقه ولم يعد ينتج الإمام المجتهد، وإنما هي مقولات تحفظ وتردد وتشرح بلا فائدة. هذه طبيعة المصنفات في العصور التي سميت بعصور الانحطاط في التاريخ، بينما الكتب الأصولية الأولى المادة المقاصدية كانت موجودة فيها، وإن لم يصنفها أصحابها تصنيفا مستقلا بل موجودة وبالقوة، موجودة يعني كوجود السمن في اللبن والحليب، يعني بلغتنا العامية كوجود السمن في اللبن، كما يعني لأن اللبن في العربية هو الحليب، يعني هنا كان نسميه اللبن معروف، يعني هذاك سميته في العربية المخيط شي اللبن، ما اللبن هو الحليب نفسه، والحليب إنما هي تسميته يعني صفة، حركة تقول رضيع قتيل حليب لأنه يحلب، أما اسمه العربي الأصلي هو اللبن. الشاهد عندنا إذن اللبن حينما يحلب السمن فيه، الزبدة مادة سارية ساربة فيه. فأول بالنسبة لي يعني في رأي المتواضع أول كتاب في مقاصد الشريعة ماشي هو الموافقات، هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي هو نفسه. وإنما الذي صنع أبو إسحاق الشاطبي أنه حينما ضاع علم أصول الفقه ويعني لفظ روحه التي هي المقاصد أراد أن يحييه من جديد، ويعني نبه على هذه الصناعة في المقدمة، يشير مقدمة الكتاب ما اسمه بخطبة الكتاب يشير إلى هذا المعنى أنه أراد أن يجدد ذلك العلم وأن يعيد إليه يعني معناه القديم الذي قال به العلماء قديم. ويعني هذا الكلام قاله الإمام ابن تيمية أيضا، ويعني العز بن عبد السلام قبلهما جميعا، يعني كلهم تحدث عن هذا المعنى باعتبار أنه ينبغي أن يعني يجدد أن تجدد المادة الأصولية بتجديد هذه الصناعة. فيعني اضطر الشاطبي إلى عزله وبيانه في كتاب، وإلا فمادة المقاصد هي موجودة في كتاب إحكام الفصول للباجي، في يعني كل يعني كتب الأصوليين العباقرة المؤسسين موجود في كتاب المستصفى الغزالي رغم ما فيه من مادة منطقية، يعني تقريبا الكتب الأصولية الرائدة مادة المقاصد سارية فيها، قلت كسريان السمن في اللبن أو الحليب. فلا حاجة إذن لأن نسمي قسما مستقلا اسمه قسم مقاصد، لأنه يعني لا معنى أقول لا معنى لدراسة الأحكام الشرعية بغير دراسة مقاصدها. الذي يدرسه علم أصول الفقه حقيقة لا معنى لدراسة الأحكام الشرعية سواء في شقها التكليفي أو شقها الوضعي كما سنبين، أو في اللواحق بذلك فيما يتعلق بالحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه، أي من أفعال بني آدم ومن الإنسان وأهليته أو عدم أهليته. هذه المقاصد قضايا الأهلية وعدم الأهلية وكذا كله معنى مقاصدي 100%. والشاطبي تحدث عن ذلك بشكل مستقل بينما موجود في كتاب الأحكام عند الأصوليين بتفصيل. ولا معنى لدراسة الأدلة بغير مقام. ما ستقول في الكتاب؟ ماذا ستقول إن لم تدرس يعني الدلالات من حيث هي بيان وإفهام؟ ولذلك قلت يعني هنالك من الأقدمين من كان يعني يدرس ضمن الكتاب مباحث الأقوال ولا يفرق بينهم. مباحث الأقوال يعني صنفت مستقلة بالمنهج المنطقي، لما؟ لأن علم المنطق يدرس الدلالات بمنهجية أخرى ويفصلها، ولذلك فصلها من فصلها بسبب التأثر بالمنهجية المنطقية الأرسطية. وإلا في حقيقة الأمر يعني حينما ندرس الدليل الأول الذي هو الكتاب فشيء طبيعي أن ندرس لغة الكتاب التي هي قضايا الأقوال والدلالة بصفة عامة. فيعني كل ما يدرس في مجال الدلالات هو ما سماه أبو إسحاق الشاطبي بعد ذلك في قصد الشريعة أو قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، قضايا اللغة الإفهام وقضايا البيان والقواعد التي درس العلماء ضمن ذلك كقولهم لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة وما شابه ذلك من قضايا الأقوال والدلالات وقضية اللغة، وأن القرآن يعني عربي ويفهم يعني قواعد العربية وباللسان العربي ومقاصد الاستعمال يعني وغير ذلك كثير. كل ذلك ابتدأه الإمام الشافعي أصلاً
في أمور البيان بلسان العربي لكتاب الله جل وعلا، والتبيين لكتاب الله تعالى بلسان العربي، وما يعني صارت عليه العرب في بيانها وفي لسانها وفي كلامها. فلذلك حينما نستقري هذه القضايا نجد أنفسنا أننا حينما ندرس قضايا الرسول في الوقت نفسه بشكل تلقائي ندرس قضايا المقاصد داخلها، سواء في الأحكام أو في الأدلة أو في التعارض والترجيح أو في الاجتهاد، دائما. فلا معنى إذن لأن نعزل شيئا عن الأصول ونقول هذه مقاصد وهذه أصول. الأصول هي المقاصد والمقاصد هي الأصول، كعلاقة الجسد بالروح لا يمكنك أبدا أن تفصل بينهما إلا بعد الموت، وإذا مات الشيء انتهى، فهما وجهان لعملة واحدة. هذا تفصيل إنما بينته من أجل هذا حتى نتناول المادة كتلة واحدة لا نفصل بينها جميعا. سنقول كلمة إذن ابتدائية فيما يتعلق بالحكم، نبدأ بالحكم الشرعي بحول الله عز وجل. الحكم يقسمه العلماء إلى حكم تكليفي وحكم مضي، وهناك مباحث تتعلق بهما وهي قضايا الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. لكن لابد أن نبين فرقا بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي والغاية من ذلك جميعا. الغاية في نهاية المطاف من الحكم التكليفي، الغاية من ذلك جميعا إنما هي الحكم التكليفي الذي نحن به ملزمون. بل غاية أصول الفقه أن نصل إلى هذا، ولذلك سماها أبو حامد الغزالي الثمرة. حكم التكليفي قال هي ثمرة العلم، يعني هي الغاية في نهاية المطاف، هو أن نعلم ما الحلال وما الحرام وما الواجب وما المندوب وما المكروه وما إلى آخره وما المباح. بينما الأحكام الوضعية إنما هي يعني علامات تعرف بالحكم، إذن هي وسائل وليست غايات في حد ذاتها، هي علامات ووسائل يسمى بالأحكام الوضعية، تعرفنا ب وتساعدنا على معرفة الحكم التكليفي. إذن نتحدث عن الغاية ثم نفصل بعد ذلك بحول الله عز وجل التفاصيل. الغاية التي هي الحكم التكليفي، نذكر التقسيم البسيط الذي ذكره العلماء البديهي، وهو أنها خمسة، ولكن هذا التقسيم مهم جدا، ونحن في هذا الزمان في حاجة إليه، وفي بعض الأحيان نكون مضطرين لإعادة استظهار البديهيات، الأمور اللي هي طبيعية يعني وعادية بعض الأحيان كنكون في حاجة إلى مراجعتها وترسيخها، خاصة حينما تهتز بعض الثوابت لأسباب شتى، وسأذكر ما أقصد بحول الله عز وجل بشكل مبين. الأحكام خمسة التي هي الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح، خمسة. من أين جاء بها؟ ليس لدينا نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا التقسيم، ما عندنا لا آية ولا حديث اللي كقولنا أحكام الله كما في الحديث ديال أركان الإيمان وأركان الإسلام، بني الإسلام على خمسين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والحديث متواتر مش غير صحيح. فالأحكام التكليفية ما عندناش بحال هادشي لا في كتاب الله ولا في النص. إذن من أين جاء بها؟ من الاستقراء، تتبع العلماء استقروا وبالإجماع على أن أقل الأحكام خمسة، لأن كل زاد وهم الأحنف وجعلوها سبعة، ولكن أقل المتفق عليه أقل المجمع عليه هو هذه الخمسة، بمعنى أنه لا خلاف في وجود الواجب، لا خلاف في وجود المندوب، لا خلاف في وجود المكروه، لا خلاف في وجود الحرام، لا خلاف في وجود المباح، ويختلف فيما سواه. يعني الأحناف كيسميو سمية أخرين كيديروا الفرض ويديروا الواجب ويتكلموا على المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه. طيب، وهذا سنذكره في بابه بحول الله عز وجل. ما الفائدة من هذا الأمر؟ هنالك شيء، إما حينما نطالع كتب عالم ما من العلماء من أهل الفتوى وأهل العلم، أو حينما نتعامل فيما بيننا طلبة العلم، هذا مقياس دقيق جدا لمعرفة فقه الناس من أهل الصناعة. إلى مشيت الكتاب واحد عالم وبديت تقرأ فيه في الفقه فتاوى نوازل، أو تحاور شخصا
فلا تجد عنده إلا واجب وحرام في الغالب. هذه واجبة، هذا حرام، هذه واجبة، هذا حرام، هذا. إذن خصك تطرح سؤال، أين المكروه عنده؟ أين المندوب عنده؟ أين المباح؟ وما يمكنش ما يكونش عنده. إذا تلقى واحد مئات النوازل كلها تدور بين واجب وحرام، إذن هذا كيخليك تشك في أن عنده خلل منهجي، لأن الشريعة ما فيها شيء غير الواجب والمندوب، أو الواجب والحرام أقول، فيها المندوب وفيها المكروه وفيه وفيه الحلال أيضا. ولذلك أقول غير ما مرة، حينما يتهم شخص بأنه يميل إلى تيسير، يعني ما فيها حتى مشكلة، يعني نذكروا الشيخ القرضاوي مثلا، ويسخر من كتابه في بعض الأحيان مع الأسف يعني بغير مصوغات علمية، نقولها بكل صراحة، وفي غير هذا الموطن أقولها، ويتهمه بعض الشباب يقولوا عنده غير الحلال والحلال، ولكن راه كاين اللي عنده الحلال والحلال، كاين اللي عنده العكس، عنده الحرام والحرام. فإذا كان هنا إفراط، راه في الجهة الأخرى كيكون تفريط. إذا صح أقول إذا صح أنه كان عندنا إفراط هنا، إذا صح. ولذلك راه الذي ينبغي أن ينتبه إليه، وقد يستسهلوا بعض الناس، راه ما قسموا العلماء تقسيم، واش العلماء يعني دراري صغار سذج أنه يجي في علم اللي هو دقيق وصول الفقه، وفي الفقه يبدا يقسم الأحكام وخمسة، الواجب وهو كذا كذا، المندوب لترسيخ قضايا منهجية، بمعنى أن نصوص الكتاب والسنة يعني بالاستقراء التام الذي يفيد القطع تفرقت وتوزعت على هذا الميزان، واجب ومندوب ومباح ومكروه. وأصعب شيء في العلم، أصعب شيء في العلم أن تقول هذا مندوب، وأصعب شيء في العلم أن تقول هذا مكروه، تماما كالحكم في الأحاديث في الجرح والتعديل. علماء الحديث منذ القديم إلى زمن المجددين فيه، الشيخ الألباني رحمه الله يذكرون، وهذا النص أيضا ذكره الشيخ الألباني، يذكره أنه ذكره في موطن من المواطن مشكات مصابيح السنة المقدمة، يذكر بأن أصعب الأحكام في الحديث أن تحكم بالحسن على حديث معين. علاش؟ لأن الحسن صعيب، هو منزلة بين منزلتين، كيدور بين الصحيح والضعيف، فإلى أي القسمين تسنده وتلحقه؟ ماشي سهل. أما الصحيح واضح، عفوا، الأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن غيره من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتود، بينما الحسن مشكل. حتى في التعريف ديال العراقي عرفوا تعريفا مجملا، والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد، حمد وقال الترمذي ومسألي من شذوذ مع راوي متهم، حيت شدد العبارات حتى واحدة ما تقرطها في يدك. والحسن المعروف مخرجا، يعني مخرجه معروف، ايه شنو معروف؟ ماشي بحال الاخر، الاخر مقد. في الاول اي الحديث صحيح المتصل الاسناد، فلان شد فلان شد فلان، ايش القطاع واضح السلسله عندك. ديما الحسن فيه مشكل، لذلك اصعب اشياء او اصعب الاحكام عند المحدثين ان يقول هذا حسن، اما صحيح غالبا ما عندهمش مشكل فيه، والضعيف ايضا ما عندهمش مشكل فيه، لانه واضح فيه التهريس عضلا او انقطاعا أو تدليسا أو مشابه الحسن مشكل. فكذلك أيضا الشيء نفسه في المكروه والمندوب، لا يحكم بالندب إلا الخبير، ولا يحكم بالكراهة إلا الخبير. ولكن اللي يخص يعرفه طلاب العلم أنه راه من الخطورة بمكان أن يكون الشيء مكروها وتقول اللهم نحرمه أحسن، هذا غلط ولا يجوز لك شرعا، ويدخل في قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلالا وهذا حرام. إذا كان يا الله الدليل كيعطيك رتبة الكراهة، فمن الافتئات على شرع الله، كتزيد انت على الشرع أن ترقيه إلى رتبة التحريم، أو يا الله كيعطيك الندم أن ترقيه إلى رتبة الوجوب، بواحد الخلفية كيقول الإنسان لاحتياط، اللهم نقول واجب خير ما نقول مندوب، اللهم أرى نحرم عليه نقطع عليه الطريق أخرى خير ما نقول له مكروه. لا يجوز لك، لا يجوز شرعا، لا يجوز.
لأن الله عز وجل قسم هذا التقسيم وأخذ بالاستقراء كما أخذت أقسام العقيدة بالاستقراء. فلذلك إذن العبرة فين كينا؟ هي في كيف نستطيع أن نصل إلى معنى المكروه ونفرق بينه وبين الحرام، وكيف نستطيع إلى أن نصل إلى المندوب ونفرق بينه وبين الواجب. هذه هي الصناعة فعلا، تحتاج إلى صدق الطلب وخلوص النية وإخلاصها، وإلى التمكن من صناعة العلم من أجل أن يصل الإنسان إلى الحكم الشرعي. هذه الغاية. علاش علماء أصول الفقه كيقدموا كتب ديالهم بالأحكام ماشي عبث، ليس لتستظهر غير تحفظ السلام، اشتر بأنها أولا كينة وخصها تكون، لأن الشرع كذير، وكيف يصل إليها طالب العلم والباحث والمجتهد إن شاء الله. يعني نختم بهذا التقديم العام لهذا الباب في هذه الحصة، وكما ذكرت في بداية الكلام يعني أعتذر لأنصارف إلى ما ذكرته في بداية الأمر إن شاء الله. ولنا لقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم، نرجو أن يبارك لنا ربنا في وقتنا وفي أعمالنا وأعمارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.